القرار كان كتير صعيب، حدا من هدول ثلاث أشخاص كان في كوميتمنت والتزام كتير، أما الشخصين الباقيين كان الفرق كتير قليل بيناتهم. يا حنروح على الفرق هيدا الصغير ناخد بعين الاعتبار مين عباله يبقى أكتر. ناطرين لنطلع على الميزان وناخد النتائج الجديدة. نتيجة أبداً ما منيحة ونصحانة. إيه شو اللي أكلتي؟ ما أكلت شيء. معقولة أني شربت مي قبل ما أجي؟ فاف مية مش مي. جورج عظيم جورج. كيف بخارك؟ أيوة جورج. هلأ جات متأخر ويمكن إذا ما يجي أنا ضل. إن شاء الله ما يجي. هيدا الأمل الوحيد إني أبقى بالتشالنج. يمكن يكون ضعفهم أو يمكن مش نصحان قد. الحمد لله على السلامة. حيدك ما تتكل على الحظ. قرار كثير صعب. Good luck للشباب والصبايا الباقيين وناطر نتائجهم لنشوف مين بده يربح لعزمه على العشاء نرجع نصفه. هلا لانه جورج اليوم كثير كان الريزلت اوت ستاندينج رح نعطيك نحن جيفت من عندنا، رح تاخذ سيشن انفراد يلي رح تساعدك تضعف اكثر، وثاني شغله نحن اليوم لانه اثنيناتنا بقينا رح نتعلم شوي هيلثي كوكينج تيساعدوكم بالمرحله الثانيه كيف تحضروا اكلاتكم بطريقه صحيه اكثر. الكاتشب هو أسوأ أنواع السكر. أكيد نحن إذا بدنا ننقي خبز بننقي خبز القمحة كاملة مثل المرقوق، هو من أفضل أنواع الخبز، بس أنا بنصح كشاي الصبح نستبدله بدل القهوة إنه نعمل شاي الكمون كتير بيساعدنا على الحرق ويقطع الإبلية وخاصة الإبلية. في جوسز بيساعدونا نقطع الإبلية، بينظفوا الجسم من السموم، بيعطونا إنرجي بوست. بعد عنا هلا أسبوعين كمان تفرجونا مين بعد فيه يتحدى أكثر ويفرجينا نتيجة أحسن. بنشوفكم أكيد بالفينال مع الله رب.